الخاتم العجيب، حكاية من التراث الألماني. رغم كل هذا العمل الشاق، المال لا يكفي لشراء الطعام. انتظر انتظر انتظر، سوف أريك. يبدو أنك لا تحب العمل، لقد جعلت الغراب يسخر منك، لكنك لست سيئا، لذلك سوف أخبرك بشيء مفيد. إذا سلكت هذا الطريق تقابلك شجرة، فإذا قمت بقطعها انتهت مشاكلك. حقا؟ صدق أو لا تصدق. حسنا سوف أذهب حالا، انتظري. هوبا، وجدتها. هاي، إلى أين تذهب وتترك عملك؟ هاي انتظريني، يومين فقط وسأعود إليك ثريا. ما الذي تتحدث عنه؟ إنك تكره العمل، أمر سيء حقا. وهكذا أخذ المزارع بنصيحة السحلية وراح يسير في اتجاه الشجرة. وحين جاء الليل نام بالغابة، وحين استيقظ في الصباح ليكمل سيره راح يمشي ويمشي وكأنه يسير أبدا. وجدتها. أوشكت على الانتهاء. ما هذا؟ أشعر عصفور. توقف 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 توقف. صدقوا على الأرض. ما هذا؟ شكرا لك، لقد أنقذت حياتي، سأعطيك خاتما مكافأة لك. خاتم؟ نعم، خاتم عجيب، إذا وضعته على إصبعك وأدرته يحقق لك أمنية. أين الخاتم؟ هنا. هذا صحيح، ولكن لا يسمح لك بأكثر من أمنية، وبعد ذلك يصبح كأي خاتم آخر. فكر جيدا، لا تضيع الفرصة على شيء تندم عليه فيما بعد. يا لحسن حظي. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أنا بخير. أراد المزارع الفقير معرفة قيمة الخاتم الذي أخذه من الصقر، فراح يسأل الصائغ عن ثمنه. إنه خاتم عادي لا يساوي شيئا، أيها الرجل خذه. لو عرفت قيمة أهل ما قلت ذلك. أتعرف ما هذا؟ هذا خاتم عجيب يساوي في قيمته كل هذه الخواتم مجتمعة، أتفهم؟ خاتم عجيب، ماذا تقول؟ هذا صحيح.
تعجب الصائغ كثيرا لما سمع، وراح يفكر في وسيلة للحصول على الخاتم. حسنا، أنت رجل صادق، لا شك في ذلك. كم أنا سعيد بمقابلة مالك هذا الكنز. انظر، لقد غربت الشمس. ما رأيك بالبقاء معي هذه الليلة؟ جاءنا زائر فلنرحب به. أخذ الصائغ يثني على المزارع الشاب ويدلك له ظهره ويخدمه. نم يا حبيبي، نم يا صديقي، نم يا عزيزي، نم حتى أخذ الخاتم، نم. وفي تلك الليلة سأخذ الخاتم حالا. نائم. شكرا يا صديقي، كن على حذر ودعا. مع السلامة. مع السلامة. هيا أيها الخاتم، أعطني نقودا ذهبية. هيا أعطني إياها. هيا أسرع. أكثر أكثر، أريد أكثر. هيا أعطني أكثر. سأصبح ثريا. إلهي، أصبحت ثريا. وهكذا دفن بيت الصائغ الجشع تحت تل من النقود الذهبية، ولم يفطن المزارع للخاتم المزيف الذي قام الصائغ باستبداله. زوجتي، لقد انتهت مشاكلنا. كيف تركت عملك وذهبت هكذا؟ انظري، انظري إلى هذا. ما هذا؟ خاتم؟ نعم، خاتم عجيب، يمكنك أن تتمني أي شيء فيتحقق في الحال. أمنية واحدة فقط. نعم، فقط واحدة. حسنا، دعنا نتمنى حقلا واسعا. هذا الحقل صغير جدا. لا، إذا عملنا بجد هذا العام يمكننا شراء حقل آخر. يجب أن لا نضيع الأمنية على هذا. تبدلت أحوال المزارع وراح يعمل بجد طوال العام. قلت لك، إذا عملنا بجد يمكننا أن نشتري حقلا كبيرا. نعم، كنت على حق، فلنطلب من الخاتم إعطاءنا بقرة أو حصانا. هذا أمر هين، إذا عملنا بجد هذا العام أيضا يمكننا شراء بقرة وحصان. حسنا، هيا نبدأ العمل. وهكذا مع مرور السنة الثالثة تمكن المزارع وزوجته من الحصول على مال لشراء بقرة وحصان، لكن المزارع لم يرضى بعد. كان بإمكانه أن يصبح ثريا لكنه لم يفعل ذلك. إلى متى تتعب نفسك هكذا؟ أرجوك دعنا نتمنى شيئا هذه المرة. لكننا ما زلنا نستمتع بشبابنا، والحياة ممتدة أمامنا. يجب أن تتذكري أن الخاتم لن يحقق لنا سوى أمنية واحدة. دعينا نوفر الأمنية إلى حين الحاجة إليها، لا علم لنا بالمستقبل. عدت إلى حديثك الحلو، ولكن لا بأس. ومرت 40 عاما، كبرت معها حقول المزارع وتحسن منزله وكبر أطفاله. ورغم ارتداء المزارع للخاتم طوال هذه الفترة، إلا أنه لم يفكر يوما باستخدامه، إلى أن جاء اليوم الذي انتقل فيه المزارع وزوجته إلى ربهما في هدوء. كان أبي شديد الاعتزاز بهذا الخاتم، لابد أنه ذكرى زواجه من أمي. يجب أن نحتفظ به كذكرى عزيزة.
وهكذا احتفظ أبناء المزارع بالخاتم. ورغم أن هذا الخاتم لم يكن هو الخاتم العجيب، إلا أنه قد جلب السعادة إلى منزل المزارع. حتى الخاتم المزيف له قيمة عندما يلبسه رجل طيب، ما رأيكم؟